انطلقت معسكرات منتدى شباب العالم لإشراك الشباب من جنسيات ونوعيات مختلفة ودمجهم ودعمهم نفسيا في مواجهة الضغوط النفسية والتنمر، وذلك في وادي النطرون بمحافظة البحيرة. وأتي ذلك بالتعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من المؤسسات الشريكة بنظام التعليم التفاعلي، حيث تستمر المعسكرات على مدار 3 أيام بمشاركة 100 شاب من المصريين والعرب والأجانب.